السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. كنت عايز أسأل حضرتك، هو ساكن في بلد، ها؟ هو مسافر تقريبا 4 أيام في الأسبوع لستة أكتوبر. عفوا ساكن في بنها؟ عفوا هذا السؤال عذرا. معك يا شيخ. تقول ساكن في بنها وبعد؟ هو بيسافر تقريبا في الأسبوع تقريبا 4 أيام 6 أكتوبر. طيب. وهو صلاة الظهر بيصليها مع مقيمين في أكتوبر جماعة، هي 4 جماعة، ويقصر العصر. وساعات يصلي مع المسافرين معاه، يقصر العصر. وسأل يعني حتى أنه لا يصلي الظهر والعصر 4 في وقت الظهر، يعني الظهر 4. سيبني بس أتكلم يا أخي، سيبني أتكلم، سيبني أتكلم، اسكت بس شوية. يعني رجل يسافر من بنها لستة أكتوبر، يجوز لهذا الرجل أن يقصر في 6 أكتوبر، ويجوز له أن يجمع، فإن قصر جاز، وإن جمع جاز أيضا مع القصر، وإن صلى مع إمام متم يتم، وإن صلى مع إمام مسافر يقصر بس، وإن صلى منفردا يقصر. يعني الأمر واسع. أجبتك؟ لا، مش الأمر واسع زي ما أنت فاهم. قلت لك صلى منفردا يقصر، صلى مع إمام مسافر يقصر، صلى مع إمام متم يتم، شاء أن يجمع جمع، شاء أن يصلي كل صلاة في وقتها صلى كل صلاة في وقتها.